السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفي نكتيزات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي اليوم غادي نتكلموا على رياض محرز، على فخر الجزائر، على فخر إفريقيا. رياض محرز اليوم كان رجل المباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي بملعب الاتحاد بمانشستر، لقاء قوي أداه فخر الجزائر. اليوم نشوفوا محرز اللي نحبوه، محرز تاع اللي نفتخروا به ومازال نفتخروا به، وتوجور أنا معاه في الأوقات الضيقة والأوقات المميزة. اليوم رياض صال وجال، قام بكل ما يقوم به، كان هو أحسن لاعب في نادي مانشستر سيتي وأحسن لاعب في الميدان. اليوم غوارديولا نتمنى تدي نظرة، بس غوارديولا ما يتأمش، أنا غوارديولا ولفناه قفتي عفوا غوارديولا ولفناه، ما عندوش صاحب تلاعب بغض القاسمة، جات تلقاه بنك عادي نورمال. محرز تخلي موهبه كيما هاك يا غوارديولا، تخلي موهبه كيما هذيك، ما تهشمش على عرضك، الله يهديك يا غوارديولا يا الفرطاس، الله يهديك تخلي جوال كيما اليوم. شفنا محرز صاله وجاله، اليوم محرز تفوق على مبابي، وتفوق على ميسي، وتفوق على نيمار وكل نجوم بياشي. اليوم صاله وسط ميدان، دافع، هاجم، اليوم سيتان غران جوار. وشفتوا اليوم نيمار ما قدش، نيمار اليوم لم يقدر، وتنرفز نرفزة كبيرة من نيمار. نيمار لم يقدر على فنيات محرز، وقام باستفزازه، ولكن محرز رد عليه بالضحك، واللاعب لم يدخل في الأمور كما يقولوا، ما بغاش يدخل في الأمور هذه الغير رياضية. بروفوكاه، ما عادش قال واحد الكلام بديء، ولكن رياض كان قويا ذهنيا. شفنا مباراة من البداية، تبان بلي محرز دار كرو ماتش، تبان بلي محرز راه في الطريق الصحيح. شفنا اليوم كاش ما شفت المباراة، شفنا من البداية الدقيقة 19 محرز دار تمريرة رائعة وضيع هدف، وروزمو خرجه مدافع مانشستر سيتي بالرأس. شفناه دار تمريرة حاسمة في الدقيقة 20، الدقيقة 32 محرز ضيع هدف محقق الشوط الأول، تمريرات رائعة. محرز اليوم كان قوي 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 جدا. في الدقيقة 59 ثاني كاد يسجل الهدف، ولكن بعد ربع ساعة بياجي سجل هدف، ولكن الهدف هذا كان منعرج المباراة. كان منعرج المباراة لماذا؟ لأن شفنا اليوم حاجة اللي شفناها بوزيتيف اليوم، هو بيب غوارديولا هو كان المحنك في المباراة. من يوم استعرف باللي يليق له افون سونتر، من خرج شيشينكو ودخل خيسوس تاع البرازيل، لعبه اتاكو دو بوانت وبانت لي فيكاس، ولات الخطة 4-3-3. وهذه كي الخطة نورمالمون تاع سيتي خاصهم افون سونتر، من يجيبوا افون سونتر هو الصح. واليوم البي جي كان ظلا لنفسه، السيطرة مطلقة كانت باريس سان جيرمان، النجم هو رياض محرز. دقيقة 63 ستيرلينغ سجل الهدف، ومحرز شارك في الهدف، وشارك ايضا في هدف خيسوس في الدقيقة 76. الهدف في الدقيقة تاع الأول تاع ستيرلينغ، ووكر هو اللي دار لو غرون ترافاي. والدقيقة 26 محرز كانت له تمريرة يسارية سحرية، وخيسوس سجل الهدف الثاني اللي رجع بياجي رجع في المرتبة الثانية بثمان نقاط، و السيتي ب 12 نقطة، وسيكون في كيما يقولوا في شابو 1. وهادي سي بيان بور لو، باش تكون عندهم ديزافاتير موان بارابور بياجي، باسكو بياجي غادي يروحوا شابو 2. نكمل ب 12 نقطة. اليوم نشوفوا باللي بياجي
البياجي لم يقدر بأمواله وبنجومه، لم يقدر على مساعدة السيتي بقيادة غوارديولا، واليوم بين بلي محرز هو السم القاتل للباريزيين. اليوم محرز فاز عليهم تمام كلهم. مخاصمة على نيمار، بالنسبة لي اليوم نيمار سيتا مهرج، ما كيما يقولوا ما اكسبتيش الهزيمة، واليوم لعب له على الرياض وصافي بليزير. ميسي غايب عن الساحة، لم يقدر فعل أي شيء، سجل هدف في لقاء الذهاب ولكن لم يقدر على التسجيل في لقاء العودة. نعطيكم خاوتي لي ستاتيستيك تاع الماتش، نشوفوهم في لعبة خاوتي إن شاء الله. فوالا فوالا، نروحو للتنقيط. مانشستر سيتي ب 12 نقطة، المرتبة الثانية باريس سان جيرمان ب 8 نقاط، المرتبة الثالثة ليبزيك ب 3 نقاط، والمرتبة الرابعة اف سي بريج ب 4 نقاط. نروحو للبوزيسيون، فوالا الاستحواذ على الكرة. نروحو لتير 7 البي اس جي، 7 البي اس جي و 16 مانشستر سيتي، تفوق واضح. لي تير كادري 6 بور سيتي، 2 بور بي اس جي، تفوق للسيتي. بوزيسيون دو بال، استحواذ على الكره 46% للباريزيين و 54% للسيتي. لي باس 596 باس للسيتي، 520 باس لباريز. بريسيزيون دو باس 93% للسيتي، 90% لباريس. لي فوت 13 للسيتي، 5 لباريس. كارتون جون 3 و 0 للسيتي، كان اندفاع بدني. كارتون روج ما كانش. اورجو 3 للسيتي، 1 للبي اس جي. ولي كورنر 7 ركنيات للسيتي و 0 ركنيه لباريس سان جيرمان. فوالا خاوتي، شفته باللي اليوم رياض محرز اعطى درس في الاحترافيه، رغم انه ما لعبش عده مباريات في السابق، ولكن اليوم اللي يدخل تحس باللي هذا اللاعب تاعنا راه محقور. نتمنى يعطيه كما نقولوا وقت للاعب باش يبرز، خاصه الكاس افريقيا على الابواب، ونحتاجو محرز يكون في الفورمه. دروك كاين كما نقولوا امبوز راحه حتى مواد مارس لرابطه ابطال اوروبا. اليوم غادي تكون مباراة قوية في البطولة الإنجليزية. نتمنى غوارديولا يكون، ولكن نتمنى يلعب تيتيرا، ولكن سي ديفيسيل خاوتي. ولكن معليش، الحمد لله اليوم حنا ليسونسيال فوز عنده طعم، خاصة ضد باريس، ضد أموال قطر. اليوم أموال الإمارات فازوا على أموال القطريين، هذه هي، وبنكهة محرز وبنكهة جزائرية. ولا خاوتي، بصحتنا وصحتكم، اليوم غادي نباتوا اليز، نباتوا في فرحانين بالنجم تاعنا، ونتمنى ان شاء الله في قادم الايام يكون ان شاء الله يلعب كما يقولوا اساسي، ويفرحنا ويفرح كل الجماهير الجزائريه، وخاصه الكوتش بالماضي اللي يحتاج محرز كقائد حقيقي لمحارب السعراء للحفاظ على لقب كاس افريقيا الامم بالكاميرون. تحيه لكم خاوتي، اونتو ديفراجيلي، والسلام عليكم.